اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد خلقك رضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحات وضربة يطرب بها السماوات وأهل الأرض وكل شيء وفي علمك كائن أو قد كان. أقدم من ذلك كله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل لحظة ونفس عدل ما وسعه الله. لا إله إلا الله الله أكبر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حاج ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله الله أكبر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حاج ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله الله أكبر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حاج ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله الله أكبر. اللهم إني أسألك بنور وجهك العظيم الذي ملأك نعش الليل العظيم وقامت به عوالم الليل العظيم أن تصلي على سيدنا ومولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل حد ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم واسلم علي وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت من الروح والنفس ظاهرا وباطنا يا قبضة وبنانا واجعل يا ربي روح لذاتي من جميع الوجوه الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ذا الجلال والإكرام وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب ولا تاب وبكل ذنب أدمته عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع حركاتي وسكناتي وخطراتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلمه ومن الذنب الذي لا أعلمه عدد ما أحاط بي علم وأحصاه الكتاب وأخطاه القلم وعدد ما أوجد الصدرة وقصصت الإرادة ومداد كلماتنا كما ينبغي لجلال ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضى. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. لا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله
لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله يحيي لله ولا إله إلا الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله يحيي لله ولا إله إلا الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله يحيي لله ولا إله إلا الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله بمدي سبحان الله العظيم، سبحان الله بمدي سبحان الله العظيم، سبحان الله بمدي سبحان الله العظيم. الحمد لله واشكر لله، الحمد لله واشكر لله، الحمد لله واشكر لله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليم عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. آمين. 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك إسلام صحيحا أو إسلام لأوامرك ونواهيك وإيمانا خالصا راسخا ثابتا محفوظا من جميع الشبه والمآلئ وإحسانا يجبنا في حضرات الغيوب ونصطر به من أنواع الغفلات وسائر العيوب وإيقان يكشف لنا الحضرات أسماء وصفات وأنحر بنا إلى مشاهدة أنوار جمعيات الذات وعلم النافع عن قوي كيف تحسب معك وناجيك بالصلاة
الصلوات واملأ قلوبنا بأنوار معرفتك حتى شدق يوم يتكسر يلا في جميع الخلوقات واجعلنا من ذاكرة فضل محبوبين لديك ومن الراسخين متوكلين في توكل وصدقة الهاد عليك وأقف رجاءنا بالإجابة يا كريم يا وهاب في كل ما سألناك ولا تكلنا يا مولانا في جميع حركاتنا وسكناتنا إلى أحد سواك فإنك أوتنا إحسانك القدس آلنا والحب في بطون الأمهات وربيتنا بلطيف ربوبيتك تربية تحصل على إدراك العقول المنورة فنسألك اللهم بنبيك الذي افتنته على ساك الأنبياء والمرسلين وبرسولك الذي جعلت رسالته عامة ورحمتك على آله أجمعين صلي وسلم علي وعلى آله صلاة وسلام ننال بما محبته ومتابعته في الأقوال والأفعال والمراقبة والمشاهدة والآداب والأخلاق والأحوال واسألك يا مولانا بجاه تبلنا علما نافعا تفي به كل سامي وتشعل القلوب وتقشعر الجلود والجنين والمدامي إنك أنت القادر المريد العالم العي الواسي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم عليك ما لاجك في جميع تجلياتك على سيدنا ومولانا محمد الأول أنوار فائضة بحور عظمتنا المزحف في عالم البطول وطول مع الأسماء والصفات فهو الحامد المتعفد من العبادات والقربات والمد في عالم الأرواح وأشباع جميع الموجودات وعلى آله وأصحابه صلاة تشمل النقاب في كريم الورى يا قضاء وتعرفنا بكونه في جميع المراتب والحضرات فضل بنا يا مولانا بجاه الحركات والسكنات واللحظات والخطرات فضل بنا يا مولانا بجاه الحركات والسكنات واللحظات والخطرات فضل بنا يا مولانا بجاه الحركات والسكنات واللحظات والخطرات سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 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 فانقلبوا بنعمة من الله فضل لم يمسسهم سوء فانقلبوا بنعمة من الله فضل لم يمسسهم سوء فانقلبوا بنعمة من الله فضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ويريد أن يخدعوك فإن أحسبك الله والمؤمنين ألف من قلوبهم لو سما في الأرض جميعا ما ألف من قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن سماك من المؤمنين وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله والذي والمؤمنين وألف بين قلوبهم لو سما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز
العزيز الحكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو اقتمع في الأرض جميعا ما ألفت في قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. النبي حسبك الله ومن سمعك من المؤمنين. ألا يا لطيف يا لطيف لك اللطف فأنت اللطيف منك يشملنا اللطف. لطيف لطيف إنني متوسل بلطفك فاغفر بي. يا لطيف وأنا ابن دخلنا في وصف اللطف وسدنا اللطف. نجونا بلطف الله ذي اللطف إنه لطيف لطيف لطفه دائما لطفه. ألا يا حفيظ يا حفيظ لك يشملنا حفظ. حفيظ حفيظ إننا نتوسل بحفظك فاحفظنا وقد نزل الحفظ بحفظك أذنا. يا حفيظ وأنا نحن دخلنا في وسط الحفظ وزدنا الحفظ. نجونا بحفظ الله ذي الحفظ إنه حفيظ حفيظ حفظه دائما حفظه. إجاء إمام المرسلين محمد فلوله عين الحفظ ما نزل الحفظ. أليس صلاة الله ما قال مجيب. ألا يا حفيظ يا حفيظ لك الحفظ. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا وأخذنا في ميزان حسنها وحنا من أفراد أهلها وعند الوقت ناطقين بها عالمين بها وشرنا في زهرة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه وعلى جميع بلاد المؤمنين. آمين آمين وسلام على المياه المرسلين وسلام على المياه المرسلين وسلام على المياه المرسلين وعلى جميع من الصالحين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما توفيقي إلا بالله علي التوكل والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. يا أول يا
يسجد بنورنا وبنور عرش الله وبكل اسم الله العدوي وعدو الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله قادر على نفسي وعلى ديني وعلى كل شيء إلى خالي ربي بخاتم الله المهدي الذي قسم بي أقطاع السماوات والأرض وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين يا ودود يا يا ذا العرش المجيد يا مدير يا معيد يا مدير يا معيد يا مدير يا معيد يا فعال لما يريد يا فعال لما يريد يا فعال لما يريد أسألك بنور جيك الذي مر أركان عرشك أسألك بنور جيك الذي مر أركان عرشك أسألك بنور جيك الذي مر وأسألك بقدرة التي خلقت بها على خلقك وأسألك بقدرة التي خلقت بها على خلقك وأسألك بقدرة التي خلقت بها على خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبرحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت يا مغيث غيثنا الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز خير بي ويمين وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله الله أكبر وسبحان الله بحمده واصف الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو الآخر والظاهر الباطن بيده خير بي ويمين وهو على كل شيء قدير لا إلا بالله هو الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما على خلقك ورضا نفسك ورزق عرشك ومداد كلماتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم علم ما علم وزن سما علم ما علم سبحان الله الحمد لله ولا
بلال الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بلال علي العظيم علم علي مازم زمان وفق علي سبحان الله الحمد لله ولا بلال الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بلال علي العظيم علم علي مازم زمان وفق علي سبحان ربك رب عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واصف صائرنا لمراقبتك مشاركا بجانب فضلك وانوي صرائرنا تجلية اسمائك صفاتك بحلمك وكرمك وافننا عن وجود النجاة في وجود الحقيقي بقولك وامنك واقنا بكلامنا محافظين على شريعتك وسنة نبيك انك على كل شيء قدير والإجابة جديد بسر وبركة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين إن الصراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك منك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا من يعلم كيف هو انه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلمتك اللهم يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا منه سالما مشري معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا محروما اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا فرج كروباتنا آمن روعاتنا قضي حوائجنا مع السلامة والراحة لقلوبنا اللهم لا تكفي مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ذي حج لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وسترتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي في عمها سنا واصلح لنا آخرتنا التي بها معادنا واجعل الحياة زيادنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر مولانا إياك سألنا وببابك وقفنا ولجودك تعرضنا فاقبل اللهم بالكريم علينا ولا تخيف فيك رجاءنا. اللهم إنا نسألك الخير كله ما علم منه وما نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علم منه وما نعلم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا فارق الحب والنوى أعطني كل قلب ما نوى اللهم يا فارق الحب والنوى أعطني كل قلب ما نوى اللهم يا فارق الحب والنوى أعطني كل قلب ما نوى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمسلمات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أمير المؤمنين اللهم وفق الخير وعين عليه اللهم اصلح به وعلى يديه اللهم اختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اصنع على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تجينا بها جميع الولايات واسقي لنا بها جميع الحاجات واطرنا بها جميع السيئات واضرب عنا بها على درجات واطرنا بها صرايا جميع غيرات الحياة والممات اللهم اجعلنا فيها من سعة خيرك وبركاتك كما أنت على أوليائك والصالحين أحباءك وأغفر برحمتك وحلى صحف راسك واشرع لنا الرحمة التي وسعت كل شيء وارزقنا بك محبة وقبولا وشربة نصوحا وإجابة صحفية وعافية سلام الحاضرين الغائبين والحياء والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم لا تخيبنا بما سألناك ولا تحرمنا بما رجوناك
واحفظنا واحفظنا في الحياة والممات إنك مجيب الدعوات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إني أستخيرك بعلمك وأسألك بقدرتك وأسألك عبدك العظيم أعظم فإنك أصغر ولا أخذل وأسلم ولا أعلم وأنت أعلم الغيوب اللهم إني أتعلم أن هذا الأمر وجميع حركاتي وسكناتي ضوء أخبارنا بقول وفعل وخلق وحال عبادة معادة في حق ربي حق الغريب فيما بدها وفي بقية عمري خير لي في ديني ودنياي ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاغفره لي ويسر لي ثم بارك لي فيه ويتسلم لك هذا أمره وجميع حركاتي وسكناتي ظاهرتي وباطنة في قولي وفعلي وخلقي وحالي جالس في حق وفي حق غريب في هذه الليلة وفيما بعدها وفي بقية عمري شر لي في ديني ودنياي ومعاشي ومعاني وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرف عني واصرفني عنك واقدر خيرك وردني بي إنك على كل شيء قدير اللهم اقسم لنا بيدك ما تحول به بالله وبلا معاصي ومن طاعتك ما تبلغنا به جنته ومن اليقين ما تهوينا الى مصائب الدنيا اللهم امتنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما اعيتنا واجعل والدينا واثارنا على ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل ابنها اكبر همنا ولا ابلغ علمنا ولا غايه رحمتنا ولا الى مصيرنا ولا تصرف علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى قلوبنا من كل صين باعدنا عن شهادتك ومحبتك ومتنا عن سنة جنات الشوق الى لقاء يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا سبحان الله حين تسجد وحين تصبر ولا الحمد السماوات والأرض وعشين وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج فيها وكذلك تخرجون اللهم انا نسألك رضاك وجناك وما يقرب من قول وعمل ونعوذ بك من سخطك والنار وما يقرب من قول وعمل اللهم يا سابغ النعم ويا دافع النقام ويا فارج الغمام ويا كاشف الظلام ويا أعدل من حكم ويا حاسب من ظلم ويا ولي ظلم يا أول بلا بداية لا آخر بلا نهاية يا من لا اسم بلا بنية فارجعنا وعن جميع المسلمين مغفير فارجعنا وعن جميع المسلمين مغفير فارجعنا وعن جميع المسلمين مغفير باسمك مختار بدون مبارك طاهر مختص انك على كل شيء قدير وبإجابة جدير اللهم اصل صلاة كافية واسلم سلامة من على سيدنا محمد الذي تحمل العقاب والفرج من الغراب واصدى بالحوائج واجمع من الرغائب واحرس الخواتيم واصدى الامر الكريم وعلى اله وصحبه في كل حاس ونفس بعدد كل معلوم لك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.